أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإيه. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد فروض المرحلة الأولى أو الفرد الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الخامس، هنشوف نموذج للفرد الأول الدورة الأولى مادة النشاط العلمي. نموذج هتلقاوه على شكل PDF في الوصف. نبدأ الأسئلة والسؤال الأول. أضع اسما مناسبا لكل عضو من أعضاء الجهاز الهضمي. إذا عندنا هنا أعضاء الجهاز الهضمي، نحاولوا بالنسبة لكل عضو نوضعوا الأسماء. إذن نبدأ بأول حاجة اللي هذه اللي كتسمى ماذا؟ اللي كتسمى الفم. إذن الفم، إذن نكتبوا هنايا فم. إذن فم، إذن بالنسبة أول حاجة عندنا فم. نمشيو بالنسبة عندنا هنا هذا العضو يسمى الكبد. إذن عندو هنا نعملو الكبد. إذن عندنا الكبد. إذن ثاني عضو الكبد. نمشيو بالنسبة هذا عندنا المعي الغليظ. إذن نكتب هنا المعي الغليظ. إذن المعي الغليظ. إذن بالنسبة لهذا العضو. إذن نمشيو جهة ثانية، هذا الذي يمر عبره الطعام كيتسمى ماذا؟ كيتسمى المريء. إذن نكتب هنايا المريء. إذن عندنا المريء في هاد الخانة. بعدها هادي كتسمى ماذا؟ كتسمى المرارة. إذن نكتب هنا المرارة. إذن بالنسبة لهاد العضو. نمشي بالنسبة العضو هذا يسمى ماذا؟ المعدة. إذن نكتب هنا المعدة. إذن عندنا هنا المعدة. وهنا هاد الأمعاء الصغارين كتسموا المعي الدقيق. المعي الدقيق. بقى لنا آخر حاجة بالنسبة للجهاز الهضمي اللي هو ماذا؟ اللي هو المخرج. إذا نكتبه فهاد الخانة المخرج. إذا سلينا السؤال الأول، انتقلوا السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني، أضع أسماء الجهاز التنفسي في مكانها المناسب. الآن فم، قصيبات الهوائية، رئة اليمنى، رئة اليسرى، الأكياس الهوائية، الرغامة. إذا نبدأ بأول حاجة اللي هو هذا اللي هو الأنف. إذا نكتب هنا الأنف. إذا عندنا الأنف. إذا نكتبه في هاد الخانة. بعد عندنا الفم. عندنا الفم. نكتبه في هاد الخانة. بعدها شنو هنايا كيكون عندنا؟ كتكون عندنا الرغامة. إذن الرغامة. إذن بالنسبة هنا القصبة برونش دوات، يعني قصبة هوائية هاي عطينا هنا، يكون عندنا في هاد الخانة. إذن هنا مادام عندنا قصبة هوائية هادو كتسمى قصيبات هوائية. إذا نكتب هنا القصيبات ماذا؟ الهوائية. القصيبات الهوائية بالنسبة هادو كيتسمعوا اللي داخل القصبة القصيبات الهوائية. إذا عندنا بالنسبة للرئة، إذا هنا هذه رئة يسرى. إذا هنا نسمو هذه رئة الرئة اليسرى. وهنا عندنا ماذا؟ الرئة اليمنى. وهنا عندنا الرئة اليمنى. نعم، بقى لينا بالنسبة لهادو كيكونوا داخل القصيبات عندنا الأكياس الهوائية. إذا نكتبو هنايا الأكياس. إذا الأكياس الهوائية. إذا هنا بالنسبة أسماء الجهاز التنفسي، إذا كتبنا الأسماء بالنسبة لأعضاء الجهاز التنفسي عند الإنسان. ننتقلوا السؤال الثالث. إذا بالنسبة للسؤال الثالث، إذا هذا السؤال الثالث، إذا نكتبه صحيح أو خطأ إذا أمام كل جملة. إذا أثناء الزفير يدخل الهواء الغني بالأكسجين إلى رئتين. أثناء الشهيق يدخل الهواء الغني بالأكسجين إلى رئتين. يمر الأكسجين من الأكياس الهوائية إلى الدم. يمر أكسيد الكربون من الأكياس الهوائية إلى الدم. إذا أثناء الزفير ما كيدخلش شيء، إذا يدخل الهواء الغني بالأكسجين إلى الرئتين. إذا هنا في الزفير إذا يخرج، إذا هنا كاين خطأ. إذا أثناء الشهيق اللي كيدخل الهواء الغني بالأكسجين إلى رئتين، إذا الزفير يخرج،
الهواء الغني بثنائي اكسيد الكربون. اذا اثناء الزفير يخرج الهواء الغني بثنائي او اللي فيه بزاف ثنائي اكسيد الكربون. اذا هنا المعلومه الاولى خطأ والثانيه هي اللي صحيحه. اذا نكتبوا هنا خطا ونمشيو للجمله الثانيه وعنكتبوا ماذا؟ وعنكتبوا صحيح. اذا عندنا خطا صحيح. اذا هنا الجمله الثانيه اللي صحيحه، اثناء الشهيق يدخل الهواء الغني بالاكسجين الى الرئتين. يمر الاكسجين من الاكياس الهوائيه الى الدم. هنا يمر، ونشوفوا اللي صحيحه، يمر اكسيد الكربون من الاكياس الهوائيه الى الدم. اذا بالنسبه لاكسيد الكربون هو كيمر من الاكياس الهوائيه الى الدم باش كيتخلص منه الدم وكيخرج عن طريق الزفير. اذا هذه هي المعلومه الصحيحه. اذا نكتب هنا صحيح. وبالنسبه للمعلومه الثالثه فهي خاطئه. اذا خاطئه، اذا نكتب هنايا خطا. اذا غنمشيو بالنسبه للسؤال الخامس، السؤال الرابع، اكتب اسماء الفراغات في رسم التخطيط الخاص بالدوره الدمويه لجسم الانسان. اذا اول حاجه نبداو بها هي هذه الرئه. اذا نكتب هنا رئه. اذا عندنا هذه رئه وهذه رئه. اذا عاد نكملوا الاسماء الاخرين. اذا بالنسبه نشوفوا بالنسبه للشريان او الشريان، عندنا هنا ماذا؟ شريان رئوي. اذا شريان اللي جاي من الرئه، شريان رئه رئوي. كاين بالنسبه هنايا عندنا وريد. اذا هنا وريد ماذا؟ وريد اجوف. وريد اجوف. وعندنا بالنسبه في الجهه الاخرى، اذا هنا راه ما كاتبيش نكتبوها غير باش تعرفوا، هنا كاين عندنا ماذا؟ كاين عندنا وريد رئوي. اذا هنا عندنا وريد رئوي، وريد رئوي. اذا كاين فهاد، اذا غير هنا هنا كاينه فهاد، فهاد العلامه. هنا بالنسبه غيكون عندنا هنا القلب، قلب. اذا بالنسبه هنا غيكون عندنا شريان رئيسي، شريان، شريان ماذا؟ رئيسي. اذا واخا الخطاط ما بيناش مزيان، اذا خاص يكون هنايا شريان رئيسي. اذا سالينا اسماء او رسم التخطيطي الخاص بجهاز الدوراني لجسم الانسان. اذا غنشوفوا بالنسبه كاينه دوره دمويه كبرى الى اخره، اذا ما عطيناش باش نكتبوها. اذا غنمشيو دابا السؤال السادس. بالنسبه للسؤال السادس، وحدد دور كل من الاسنان والمعي الدقيق في الجهاز الهضمي لدى الانسان. اذا دور الاسنان، اذا نكتبوا بالنسبه دور ماذا؟ الاسنان. اذا بالنسبه لدور الاسنان ماذا؟ دور الاسنان هو طحن الطعام. هو ماذا؟ طحن الطعام. اذا طحن الطعام هذا بالنسبه دور الاسنان. بالنسبه للمعي الدقيق، اذا المعي الدقيق ينقل، المعي الدقيق ينقل، المعي الدقيق ينقل ماذا؟ ينقل مواد القيت. اذا ينقل مواد القيت الناتجه. اذا ينقل مواد القيت الناتجه عن عمليه الهضم. وي اذا هنا المعي الدقيق ينقل مواد القيت الناتجه عن ماذا؟ عن عمليه الهضم. عن عمليه ماذا؟ عن عمليه الهضم. يعني هنا كنقولها عن الناتجه، عن فين كنقولها؟ ينقل المواد القيت الناتجه عن عمليه الهضم الى الدم الذي يوزعها، الى الدم الذي يوزعها، الذي يوزعها على باقي الأعضاء، الذي يوزعها، الذي يوزعها على باقي أو على جميع الأعضاء، أو على باقي، على جميع الأعضاء، على جميع الأعضاء. هذا بالنسبة لدور المعي الدقيق. نعم، إذا كتبنا دور الأسنان ودور المعي الدقيق. ننتقل للسؤال السابع. بالنسبة للسؤال السابع، تتكون أعضاء الجهاز البولي لدى الإنسان من ماذا؟ إذا غنكتبو كاينة كيليا. نعم كيليا. كاين كذلك ماذا؟ حالبان. حالبان. كاين متانة. حالبان. كاين ما متانة. نعم كاين إحليل. إحليل وفتحة بولية.
متانة إحليل وفتحة دولية. إذا نزيد هنا يا فتحة الذي يمر، إذا الفتحة ماذا؟ بولية. نعم، إذا بالنسبة هذه مكونات أو أعضاء الجهاز إذا البولي لدى الإنسان. بهذا نكون سلينا التصحيح ديال هذا النموذج، نتمنى نكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء.